وبمناسبة يوم الصحة العالمي، تقدمت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بخالص الشكر والتقدير لجميع الكوادر التمريضية والقبالة العاملين في مملكة البحرين، نظير إنجازاتهم وجهودهم المخلصة التي يقدمونها في هذا القطاع الحيوي. بمناسبة يوم الصحة العالمي وتخصيص هذا العام 2020 عام التمريض والقبالة، نتقدم بالتهنئة وبخالص الشكر والتقدير لجميع الكوادر التمريضية والقبالة على أدائهم وإنجازاتهم في هذا العام، ونتمنى لهم جميعا الصحة والعافية وتقدم إلى الأمام في مملكة البحرين.